أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. شدد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش على أنه يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكت العهود وغياب المصداقية، في إشارة إلى قطر وماكينتها الإعلامية والدبلوماسية التي تحاول الدفاع عن موقع في الدوحة وسياستها دون تسميتها بالاسم. قال قرقاش إن الصوت الإعلامي الوحيد لهذه الدولة غدت مهمته أصعب في ظل أدلة تؤكد زرع الفتن، مشيرا إلى أن جوهر الإعلام المؤثر هو المصداقية. أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا أنه من المقرر أن تنطلق الجولة السابعة من المحادثات السورية في جنيف يوم 10 يوليو المقبل. وجاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي اليوم أنه من المقرر أن يصل المدعوون إلى جنيف يوم 9 يونيو/حزيران، مضيفا أن ديمستورا يعتزم الدعوة إلى جولات أخرى خلال الشهر الجاري وكذلك خلال شهر أغسطس. قتل أكثر من 40 فردا من قوات الأسد ودمرت عدد من آلياته خلال تصدي غرفة عمليات البنيان المرصوص للحملة العسكرية الأخيرة على أحياء مدينة درعا جنوب سوريا. وتأتي هذه الإحصائية بالتزامن مع هدنة لوقف إطلاق النار بدأت الساعة 12 ظهرا هذا اليوم ولمدة 48 ساعة في محافظة درعا برعاية روسيا ودول الداعمة للجبهة الجنوبية، وتشمل وقف التعزيزات العسكرية لكلا الطرفين ووقف القصف الجوي والمدفعي لقوات الأسد، حيث ستعقد اجتماعات لاحقة لتثبيت الهدنة واستكمال باقي البنود بحسب مصدر عسكري. قال بيان عسكري عراقي إن القوات الأمنية العراقية حررت مرفد الوليد الحدودي بعد عملية واسعة شاركت فيها طائرات قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوة جوية عراقية. وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار إن لواءين من حرس الحدود باشرا التحكم في المنفذ وفي الشريط الحدودي مع سوريا، ومنفذ الوليد القريب من التنف وهو معبر حدودي بين سوريا والعراق. شن الطيران الأمريكي غارة جوية بصاروخين استهدفت سيارة يستقلها قيادات بتنظيم القاعدة بواد بمنطقة النقبة بمحافظة شبوة جنوبية اليمن. وتواترت الأنباء غير المؤكدة عن قتل شقيق زعيم تنظيم القاعدة سعد بن عاطف واثنين من مرافقيه في الضربة. قتل قائد الاتصال في تنظيم داعش في أفغانستان جواد خان في 3 من الشهر الجاري خلال قصف للقوات الدولية في شرقي البلاد وفقا لما أعلنته مصادر أمريكية. وذكر المكتب الإعلامي للقوات الأمريكية في أفغانستان أن خان قتل في قصف في ولاية نانغرهار ضمن الجهود الحالية هذا العام للقضاء على داعش في أفغانستان. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.